انتحرناهم الآن من الخطوط الأمامية من الجبل هذا، وطردناهم مسافة يمكن 3 كيلو، والحمد لله طردناهم ولازم منتصرين ومنتصرين إن شاء الله وندحر العدو بإذن. بحمد الله وفضله يعني أبطال المقاومة الشعبية ثابتون في مواقعهم، ونحن نتقدم لأبطال المقاومة الشعبية. والآن كل الخطوط الأمامية هناك تقدم كبير لأبطال المقاومة الشعبية والميليشيا الحوثي المتمردين في اندحار وانكسار وكل يوم، والحشود من أبناء المقاومة الأبطال المقاومة الشعبية يتزايدون إلى خطوط التماس الأولى، وهناك تراجع كبير لميليشيا الحوثي، وإن شاء الله النصر قريب وأيام معدودة بإذن الله، وسيتم دحره وتصفية جميع المواقع التي احتلتها الميليشيات الحوثية. الميليشيات المتمردة مصرين على دخول مأرب، لأن مأرب تمثل المركز المهم للقوة الشعبية والقوة القبلية في اليمن. مثل ما ترى وتسمع في هذه المعركة، المعركة المصيرية التي لم يتحقق فيها الحوثيين شيئا بإذن الله تعالى، نحن نطاردهم في كل صولة وجولة وفي كل جبل وفي كل شعب وادي، ولم يحققوا شيء من أهدافهم الذي آتوا إليها، وهم الآن يحاولون على تبرير موقف على أساس يكون لهم يد في أي مكان من الأماكن. أما مأرب إن شاء الله لا يزلوا فيها أبدا مهما كانت الظروف، نحن لهم في المرصاد وسنخندق لهم هنا، ولم يأتوا لها بإذن الله تعالى. لكن ننصح العقلاء من الحوثيين على أن يتجنبون هذه المحافظة، المحافظة المليئة بثروات اليمن، لأنها هي لليمن مش للأبناء مأرب، حتى يأتوا لها الحوثيين يعطلونها. هذه الثروة الذي فيها هي الأبناء اليمن 25 مليون، وهذا الخبثاء يريدون على أن يعطلون على الشعب اليمني، ما يعطلون على أبناء مأربنا، وأبناء مأرب لهم في المرصاد في هذه الساعة وفي غيرها. وشكرا.